اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. والنهارده عندنا كذا موضوع كده لحضراتكم، اتمنى انه يكون مفيد بالنسبه لكم. بس عايزه اقول لكم الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هيكون فيها ايه؟ درجه الحراره المرتفعه والتغيرات المناخيه. يا جماعه مش بس درجات حراره مرتفعه زي اللي احنا عايشينها ودول كتير على مستوى العالم عايشاها، لا، التغيرات المناخيه دي ليها علاقه بالاكل وبالشرب، الزراعه، الزرع هيتاثر، هيتاثر الفاكهه، هتتاثر، هتتاثر، لانه الكائن الحي ليه درجه حراره معينه يقدر ان هو يعيش فيها. وده موضوع على مستوى العالم، التغيرات المناخيه مأثره على مستوى العالم على الاكل وعلى الشرب، على حركه البراكين، على الفيضانات، حركه البحار والمحيطات. يعني التغيرات المناخيه ده مش بس درجة حرارة، ده موضوع كبير جدا جدا والعالم بيعاني فيه وبيعاني منه. وده زي ما التقارير العالمية بتقول انه هيأثر سلبا على الغذاء على مستوى العالم. ده موضوعنا النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة. يشرفني دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ البيئة بجامعة عين شمس. بالنسبة لدرجة الحرارة النهاردة كان في خبر مهم جدا لفت انتباهي، أزمة كبيرة. اتكلم بقى، يعني في ناس تقول لي وانت ليه بتقولي الأخبار دي؟ بقول لكم الأخبار دي علشان احنا ساعات بنبقى زنقين نفسنا جوه بس ومش شايفين حاجات كتيرة بتحصل حوالينا في العالم، وبنجلد نفسنا قوي. احنا كمصريين ساعات بنجلد نفسنا قوي. مطارات دول عظمى، ودول عظمى، وانا كلمت حضراتكم امبارح في الموضوع ده، فيها قطع كهرباء. النهارده مطار مانشستر، بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في انجلترا بقى، القوى العظمى بقى. بتتكلم في الدول بقى اللي هي ايه؟ بتاعت المؤامرات والمخططات، اللي هي قاعده كده ترسم وتوقع الدول في بعض وتوقع شعوب في بعض وتعمل مشاكل للناس، وهي اصلا عندها مشاكل فظيعه جدا. بس احنا ما بنعرفش عنها المشاكل دي للأسف. مطار مانشستر ده النهاردة كان فيه أزمة كبيرة قوي 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 في بريطانيا. النور قطع في المطار وقطع فترة طويلة، حصلت فوضى ومشاكل في المطار غير طبيعية بسبب تأخير الرحلات. وطبعا في رحلات كتيرة قوي اتلغت في المطار، وتقريبا تم الغاء لغايه دلوقتي 10 رحلات في المطار. لذيذ بقى ان المتحدث بتاع المطار بتاع مانشستر بريطانيا قول عظمى طلع قال ايه؟ يا جماعه اللي عايز يسافر قبل ما يجي المطار يكلمنا في التليفون، يكلم شركه الطيران اللي حاجز معاها عشان يتاكد اذا كان هيسافر ولا مش هيسافر، واذا كانت الرحله هتتاخر ولا هتتلغي من اصله. فأنا بحب أخليكم في الصورة، العالم فيه إيه؟ علشان إحنا جزء أصيل من العالم. أنا متخيلة إنه لو القصة دي اللي حصلت في مطار مانشستر حصلت في مطار في القاهرة، كان زمان السوشيال ميديا المصرية يا سلام، والسياحة، وضربوا السياحة وما بيفهموش، والكهرباء وقطع النور. هي دي حاجات مش لطيفة، مش أحلى حاجة أكيد، بس بتحصل في الدول العظمى. فمهلا آل مصر على مصر. النهارده طبعا كل الناس بتتكلم على موضوع في غايه الاهميه، وهو انه هوب الدولار غلي. الدولار غلي النهارده وفجاه ومن غير اي مقدمات. طيب في اسباب لانه اعلى زياده طبقا للمصري اليوم، اعلى زياده منذ شهور سعر الدولار وباقي العملات في البنك، بنوك كتيرة، وإيه موقف السوق السوداء بالنسبة للناس بعد ما رجعت من الأجازة. فجأة اللي تعمل مع البنوك النهاردة أول يوم تعمل، فجأة لقى إنه الدولار غلي، يعني أرقام كبيرة، بتكلم أكتر من 70 قرش تقريبا. بس هو دكتور مصطفى بدرة معنا على التليفون، بنرحب بيه، يقول لنا هل هو وصل فعلا زاد جنيه ولا 70 قرش لغاية دلوقتي. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم. الو دكتور مصطفى، انا مش سامعه دكتور مصطفى بدر معانا. طيب
بقول لحضراتكم ان بعد ما خلصت اجازه العيد ورجعت البنوك للتعامل النهارده للعمل، اتفاجئ الجميع بارتفاع ملحوظ في سعر الدولار. وصل سعره في البنك المركزي لحوالي 48 جنيه، زياده بمعدل 70 قرش في قيمه الدولار. الناس بتسال وعايزه تعرف ايه الاسباب، وهل ده ليه علاقه بالاجازه اللي فاتت؟ ما كانش في اقبال على الدولار؟ هل في حصل جديد يخلي الزيادة أو الدولار ينط 70 قرش مرة واحدة؟ في ناس بتقول لا، ده حركة طبيعية بعد عودة الأجازة، عودة الناس من الأجازة بعد العيد. وفي ناس بتقول لا، ده في أموال خرجت. وفي ناس بتقول لك لا، عشان في سندات اتباعت. وفي ناس بتقول لك دي حركة طبيعية جدا علشان الحالة رجعت تاني الطبيعية، فبقى في إقبال عليه. بنحاول. دكتور مصطفى، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب دكتور مصطفى. وحضرتك بصحه وسلامه يا رب، وكل مصر طيبه. اللهم امين. دكتور مصطفى، ناس بتقول ان الدولار زاد النهارده 70 قرش مره واحده بعد العوده من الاجازه، وفي ناس بتقول انه ده بسبب انه قد يكون في اموال خرجت، قد يكون في طلب عالي على الدولار، وفي ناس تاني بتقول انه ده شيء طبيعي بعد الاجازات الطويله. حضرتك مع انهي فكره وراي؟ شوف يا فندم، خلينا نقول بمنتهى البساطة خالص، الأجازات الطويلة دايما البنوك بره يا فندم والمستثمرين شغالين. مش في انتظار ان احنا نقفل البنوك، عشان كده المتضرر بيبقى ساعات المستثمر من الأجازات الطويلة، لأن العالم كله شغال بره، واحنا الحمد لله كاستثمار أو كتحويلات أو كجهاز مصرفي بيتعامل بالدقيقة، مش باليوم، مش بالساعة، بالدقيقة. فطبعا ان احنا في الاجازه اللي هي الاسبوع الماضي، في خمس ايام عمل من يوم 16 ليوم 20 يونيو، في مستثمرين بترغب ان هي بتسيب اموالها في البنوك، او ما بتفتح البنوك عايزه تخرج خلاص، يعني خارج من الجهاز المصرفي، او اللي عنده تحويلات او عنده تعاملات، البيزنس بتاعه شغال. ده نمره واحد. نمرة اتنين يا فندم، كمان في غاية الأهمية، الطلب ده بيتراكم في البنوك، يعني البنك بيفتح الصبحية بيلاقي عنده 10 عملاء، غير لما بيكون شغال يوم بيوم، في ناس بتحول فلوسها. يعني أكيد اعتبرين أنا كمستثمر معايا دولارات النهاردة، مستني البنك لما يفتح يوم الأحد هخش أبيع. أو في واحد أمامي راغب إن هو يشتري. فالمشترين النهاردة كتار قوي، علشان كده زي ما بيسمى زيادة الطلب، يعني أدى لزيادة إيه؟ السعر في السوق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التراكم ده كمان يا فندم ناتج على ان احنا في نهاية السنة المالية، ان شاء الله كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين طيبين تاني. يوم 30 الجاي ده نهاية العام المالي للدولة المصرية 23-24. تمام. فأي مستثمر يا فندم النهاردة عايز يلحق يخرج فلوسه اللي هو كسبها، علشان بيعمل حاجة اسمها يعني زيادة في نتائج الأرباح الخاصة بيه. دي بتبقى بالاخص صناديق الاستثمار الكبيره. ايوه. وطبعا في نقطه في غايه الاهميه، دول اربع ايام عمل او خمس ايام عمل فقط لا غير. ايوه. فعايز يجري بسرعه، فتلاقي الطلب زاد كتير قوي في البنوك النهارده الصبحيه، فعشان كده ارتفع تقريبا الصبحيه ما بين 80 ل 90 قرش الجنيه، ده مبرر. أيوه. تاني. ايوه. المبرر الثالث بقى اللي هو في غايه الاهميه. اللي هو؟ اللي احنا بنتكلم النهارده فندم، ان الدوله المصريه التزمت بسعر صرف مرن. ما ثبتوش. نعم. لما بيكون في طلب كبير البنوك رفعت السعر. نعم. طب افترضا في عرض كبير، يعني الاسبوع ان شاء الله اللي هو القادم، اللي هو بقى اعتبارا من شهر يوليو القادم، هتلاقي في عرض كتير من الدولار. طب هتلاقي الدولار ليه؟ نزل. جاي منين بقى؟ من الاجازات؟ جاي على بعد ما خلصوا بقى الاجازات يا فندم، هيكون في مردود ان الناس هترجع تاني تخش في سعر الجهاز المصرفي. او الفلوس يعني تخش في الجهاز المصرفي تاني. كويس. في حاجة بقى أخيرة بعد إذن حضرتك، وأنا بشكرك لاستضافتنا كخبراء أو كمحللين اقتصاديين. أيوه. إن الناس ما تنسقش ورا الإشاعات تاني، مفيش سوق سودا. كنت هسألك بقى، هل ده هيأثر على السوق السودا؟ وعندي سؤال تاني يا دكتور مصطفى، بس جاوبني على قصة السوق السودا. هل هتعود السوق السودا مرة أخرى لصدارة المشهد في الدولار؟ ما أظنيش، ومش هينفع ولا يجوز، وحقتنا إن إحنا نكون منتبهين، الدولة والإعلام والناس ما تنسقش إن تسمع كلام إن الدولار وصل تاني. ابتدى فندم في اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول تسمعي إن السوشيال ميديا ابتدت تنساق ورا إن الدولار وصل لسعر مش عارف كذا. يعني ده غلط. حصل. حصل.
الدولة مش هتسمح لا الحكومة ولا الأجهزة الأمنية. إيه اللي المفروض تعمله الحكومة علشان ما تسمحش بعودة السوق السوداء أنه يتحكم في سعر الدولار في مصر؟ في حاجتين اتنين، اولا ان الجهاز المصرفي زي ما عمل النهارده يكون مرن، السعر يطلع السعر ينزل ده يسيبوه للبنوك. تمام. الامر الثاني يا فندم احكام الرقابه والتوعيه. اللي هيتعامل خارج الجهاز المصرفي بيعرض نفسه للمساءله القانونيه. عشان الناس ما تنساش بس يا فندم. ايوه. فاحنا دايما بننصح الناس خلي بالك سعر البنوك وشركات الصرافه هو ده السعر الحقيقي. فما تروحش تعرض نفسك عشان تكسب 5 قروش او نص جنيه او حتى لو اي رقم ما وتعرض نفسك لمساءله قانونيه، لان الدوله مش هتسمح بكده. هذا الامر الثاني خالص، هذا الامر يبقى امام اعين الناس. دكتور مصطفى سريعا قولي انا رايي صح ولا غلط، لانه برضو في بيتردد انه مشاكل اللي بتحصل في لبنان عوده المشهد للصداره الحرب الروسيه الاوكرانيه مره اخرى، والتوترات اللي حاصله في العالم كله ما بين لبنان وما بين غزة وما بين روسيا وأوكرانيا، هل المسألة لها علاقة؟ طبعا بكل تأكيد. أنا بحيي حضرتك، السؤال دي قضية في غاية الأهمية، ودينا بقول لحضرتك من دلوقتي علشان الناس تنتبه لهذا الأمر. أولا اشتعال الحرب في منطقة الوطن العربي وبالأخص في الجانب الشرقي للدولة المصرية، وطبعا أكيد حضرتك تعلمي ان حصل بين الامس واول امس اللي هم في ال3 ايام الماضيه في يعني انسحاب كبير جدا من يعني المواطنين من لبنان، بالاخص المواطنين اللي هم بيرغبوا ان هم كانوا يقضوا اجازه الصيف في لبنان. أي. وطبعا كل الدول العربيه بتسحب رعاياها من لبنان. للاسف الولايات المتحده دول كتيره قفلت سفاراتها. طبعا يا فندم في ربع مليون واحد كانوا امبارح في المطار، ربع مليون شخص في مطار بيروت، في مطار بيروت. تخيل حضرتك. طبعا انسحاب الرعاية ده امر مقلق في منتهى الغاية. الامر الثاني امريكا يا فندم بتسحب القطعة البحرية الكبيرة اللي هو بيسمى الاسطول البحري. من البحر الاحمر لاتجاهه للبحر المتوسط للتشجيع وتقوية اسرائيل على ضرب لبنان. انا طبعا مش هتكلم على حزب فلان او حزب. المهم دي دولة. الامر ده فندم طبعا مؤثر علينا تأثير كبير في البحر الاحمر طبعا لزيادة وكوارث البحر الاحمر واللي بتحصل، وده تأثيره حركة الملاحة في قناة السويس. دي نمرة واحد، دي مؤامرة على قناة السويس بكل تأكيد، علشان كده مواردها بتقل. الأمر الثاني كمان قلت جدا. أنا بقول أهو بنبه من خلال منبر حضرتك، كل السلع في العالم هترتفع. لا خلاف. بص حضرتك قناة السويس طالما عشان الإمدادات طبعا سلاسل الإمداد يا فندم. النهارده حضرتك اكيد هتطلع على التقارير الدوريه من العالم كله ان سلاسل الامداد ابتدت تتاثر النهارده، اللي خارجه من اسيا او من شرق اسيا او الصين او ما شابه لذلك اتجاهها لاوروبا او لامريكا، ابتدت ترفع حركه النولون اللي هو يعني حركه النقل، اسعار النقل يعني وكلفه التامين، وايضا البعد عن الممر الملاحي في البحر الاحمر. والنهارده الصبحيه اكيد حضرتك تعلمي وكل مشاهدينا ان كان في اصابه لبعض من الحاملات لبعض من السفن في جنوب البحر الاحمر. كل ده ليه تاثيرات. علشان كده بننبه او الدوله المصريه تاثير سلبي غير طبيعي على قناه السويس، مؤامره طبعا على 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 المواطن الفني في كل حته في طبعاً. العالم لازم طبعاً. العالم ينتبه لهذا الامر. طبعا اشكرك دكتور مصطفى، اشكرك شكرا جزيلا. النهارده وزاره الزراعه بتقول ان هي هتزرع 1.3 مليون شجره في 7 محافظات. الناس عايزه اقول لحضراتكم ده، عايزه تفهم الموضوع ده ليه، لانه فيديوهات على السوشيال ميديا كانت منتشره جدا الفتره اللي فاتت بانه في حمله وقد تكون حمله لقطع الاشجار وتقليص المساحات الخضراء في مصر. حتى ده وصل بانه نواب في البرلمان طلبوا باستدعاء الحكومه للبرلمان وفتح تحقيق شامل حول قطع الاشجار وتقليص المساحات الخضراء وتقديمهم للمساءله. طيب ده ايه علاقته بزرع 1.3 مليون شجره؟ خليني ارحب بالدكتور علاء عزوز. دكتور علاء مساء الخير. مساء النور استاذ عزه. اهلا بحضرتك. بحضرتك واهلا بكل اسره البرنامج والمشاهدين الاعزاء. هتبداوا امتى يا فندم في زراعه 1.3 مليون فدان شجره؟ اولا حضرتك 1.3 مليون شجره ده كان ما تم زراعته بالفعل في المرحله الاولى من المبادره الرئاسيه، 100 مليون شجره.
ايوه، واللي بدأت خلال العام المالي 22-23. وبالفعل تم زراعة المليون وتلتمائة ألف شجرة. نعم. في محافظات الأليوبية والغربية وبين السويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد. دكتور علاء، دول دي شجر تم زرعه بالإضافة للي كان موجود في السبع محافظات دول، ولا دول بديل عن 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 شجر ثانية واحدة، ولا بديل عن شجر اتقطع؟ لا 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 خالص، دي أشجار جديدة بيتم زراعتها في خلال في إطار المبادرة الرئاسية. كويس. 100 مليون شجر. نعم. وحضرتك اسمحي لي ان انا اوضح لحضرتك ان المبادره لما بدات في عام 22-23 تم ذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزاره الزراعه واصلاح الاراضي ووزاره التنميه المحليه في مقر مجلس الوزراء وبحضور دوله رئيس الوزراء. الشجر ده يا دكتور علاء، المليون و300 مليون شجره دول بيستهلكوا ميه قد ايه؟ طبعا طب خليني انا اكمل لحضرتك واقول لك يعني كل التفاصيل الفنيه المتعلقه بالموضوع. حضرتك احنا عندنا في مرحله اولى بدات 22-23 ودي كان فيها 1.3 مليون شجره، وكمان كان عندنا مليون شجره تقريبا في المرحله الثانيه في عدد اخر من المحافظات. المبادره لما بدات كان ليها عدد من الاهداف، اهمها ان احنا نتصدى لكل الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه، وايضا بنواجه مشكلات التصحر اللي ممكن تحصل. ويمكن سيادتك كنت بتتكلمي دلوقتي عن النقد الاجنبي وسعر الدولار. نعم. فاحنا كان عندنا هدف هام جدا وهو زياده كميه الاخشاب المنتجه محليا، وده بيقلل فاتوره الاستيراد ويوفر عمله. يعني فكره مليون و300 شجره علشان هم عموما لو انا كملت حضرتك هم 3.1 مليون شجره ما تم زراعته حتى الان، 1.3 مليون شجره في المرحله الاولى، ومليون شجره في المرحله الثانيه، وفي 800 الف شجره كان عندنا يعني تعليمات وتوجيهات من معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واصلاح الاراضي بتوفير الاشجار لعدد من المحافظات اللي ما كانتش بالنسبه لنا داخله في المبادره كوزاره الزراعه. وفي الغابات الشجريه احنا عندنا حوالي 32 غابه شجريه تابعه لوزاره الزراعه منتشره في محافظات الجمهوريه. طيب خليني برضو نرد على الحاجات المهمه اللي تفيد المواطن. اتفضل. انه الحمله اللي موجوده على السوشيال ميديا لقطع الاشجار، انتوا كوزاره زراعه ليه بتقطعوا الاشجار من الاماكن ومن الجناين؟ اولا لم يحدث ان تم قطع فيديوهات ماليه الدنيا، بس ما فيش اي شجره قطعت بمعرفه وزاره الزراعه ولا قطعت بمعرفه مين؟ ما عنديش بقى تفاصيل، لكن احنا كوزاره الزراعه كل الجهات التابعه لينا، الحدائق التابعه لينا، المزارع التابعه لينا، ما فيش ولا شجره تم قطعها في وزاره الزراعه او جهه تابعه ولا من اي حديقه تابعه لوزاره الزراعه، ولا من اي حديقه تابعه لوزاره خالص. لم يحدث ولم يثبت ذلك، ويعني هذا يعتبر ادعاء غير حقيقي، مش اقول اكثر. تمام. فيما يتعلق بالفيديوهات فهي لا تتعلق بوزاره الزراعه. اشكرك فندم، اشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لحضراتكم حاجه قبل ما اطلع فاصل. النهارده دكتور يوسف زيدان طلع بيان وعلى صفحته لو معانا البوست بتاعه، انسحب من مؤسسة تكوين، وأعلن على حسابه الرسمي أنه أحيطكم علما بأنني بعد معاناة وطول تفكير قررت الخروج من مؤسسة تكوين والاستقالة من مجلس أمنائها واجتناب أي أنشطة أو فعاليات ترتبط بها. أنا طبعا حاولت قبل ما أطلع الهواء أن احنا نتواصل مع دكتور يوسف زيدان، استقال على أساس إيه، قفل تليفونه، لكن انا يعني لو كان معايا دكتور يوسف زيدان ولو هو سمعني او متابع يا ريت، محتاجه رد واضح. ليه فشل التكوين دكتور يوسف؟ ليه مؤسسه التكوين فشلت قبل ان تتكون؟ لماذا فشلت التكوين في مهدها من قبل ان تبدا؟ كل اعضاء تكوين ارجوكم محتاجين رايكم في فشل هذه المؤسسة، مؤسسة التكوين ليه؟ محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نعرف انتوا شايفين المجتمع ازاي، او هل الهجوم عليكم كان كتير ولا انتوا كنتوا غلط؟ محتاجين رد.
طيب خليني نطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني دكتور عبد السميع سمعان، لكن طبعا النهارده هكلم حضراتكم هيبقى ليا مداخله مهمه عن قطع الكهرباء. قطع الكهرباء طلع البيان انه هيتم قطع الكهرباء 3 ساعات في اليوم، ومن شويه كان في بيان صدر عن وزاره الكهرباء ووزاره البترول قال انه ده بسبب زياده معدلات الاستهلاك من الكهرباء نتيجه الموجه الحاره شديده الارتفاع، وبالتالي زياده استهلاك الغاز المولد للطاقه. فهيتم زياده فتره تخفيف الاحمال النهارده وبكره لساعات اضافيه. انا بس نفسي الحقيقه انه ساعه اضافيه، نفسي بس الحقيقه انه يبقى في التزام، ارجوكوا بمواعيد قطع النور. يبقى في معرفه، واحنا كمشاهدين كمواطنين يتم اعلامنا بالنور هيقطع من الساعه كام للساعه كام. ولو المساله هترسي على انه النور هيقطع اكتر من ساعتين، برضو الوضوح هنا يحترم. يعني احترموا دماغنا وعقلنا وقولوا لنا النور. انا امبارح قعدت اقول لكم اوكرانيا بالست 7 ساعات النور مقطوع، وقعدت اقول لكم الكويت وتعمل تخفيف، واتكلمت عن دول اوروبا. احنا مش حاجه مفاجاه، احنا ما عندناش بطحه على راسنا زي ما بنقول. احنا لازم نبقى واضحين مع الناس، بس الناس تعرف علشان تظبط امورها. ولو اكتر من ساعتين يا ريت، لو في فرصه او انتوا شايفين ان الافضل للمواطن انه يتم توزيع قطع الساعتين، ساعه الصبح وساعه بالليل، 3 ساعات ساعه الصبح، ساعه الدور ساعه بالليل، الثلاث ساعات معاكوا كده وان شوت بتجيب توفير اكتر او بتبقى مفيده اكتر. ايا كانت الحكايه احنا متقبلين في ظل اللي بيحصل في العالم، بس محتاجين وضوح ومحتاجين صراحه. وحد مره قال لي انه لو مصر كلها، جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه، لو رشدت مصر 10% من استهلاكها في الكهرباء، سهل جدا ان احنا نوصل لزيرو قطع كهرباء. حد متخصص كان قال لي ده، فبالتالي انا يعني محتاجه برضه حد يرد عليا الكلام ده صح ولا غلط. خليني اطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني دكتور عبد السميع سمعان، عبد المسيح زمعان، انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهارده دكتور عبد المسيح سمعان. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. وبعدين في التغيرات المناخيه والمتغيرات الجويه اللي بتحصل دي، يعني ده مش عندنا بس، انا بتكلم على مستوى العالم. حضرتك تفتكري قلنا بالظبط، قلنا يعني كتير. ايوه. ومن سنين. أيوه. كان عندنا سيناريوهات صحيح، بس على ما يبدو العالم ما كانش مصدق. كانش مصدق يعني. أيوه. وصلنا الى المرحله اللي يعني مش عاوز اقول ان مرحله بالفعل يعني خطيره. بنشوف على مستوى العالم، على مستوى العالم في تغيرات عنيفه جدا على مستوى العالم. يمكن النينو كان احد هذه الاسباب. احنا نينو. يمكن اتكلمنا في مره سابقه على فكره النينو، وقلنا ان هو تقريبا بينتهي في شهر 4 من العام اللي بيليه، يعني بيبدا في شهر 6. ما احنا مش عايزين نعتمد على اللي قلناه، عايزين نفكر الناس باللي قلناه يعني. يعني فاحنا المفروض الظاهره بتنتهي في شهر 4، فهي ماشيه معانا لسه. هي دي النقطه. الظاهره بدات ابريل. بدات في شهر 6. هي الظاهره دي. لا، ابريل ولا 4؟ بتبدا في شهر 6 من العام السابق. تمام. وبعدين بيبقى البيك بتاعها او 4 لغايه شهر 12، وبعدين تبدا من بعد شهر 12 تقل لغايه لما تنتهي في شهر 4. فاحنا النهارده في شهر 6، المفروض هذه الظاهره تكون قد اختفت تماما، او رجع الجو ورجعت الامور كما كانت عليه. لكن يعني مشفت معانا بقى يعني بالزبط. فما زالت الحراره عاليه، وما زال هناك سيول وفيضانات في بعض المناطق. صحيح. وما زالت بعض القارات تعاني من ارتفاعات شديده في درجات الحراره. فدي يمكن السبب الاول اللي هو على مستوى العالم ما زال هذه الظاهرة مسيطرة، وده نوع من أنواع تغير المناخ، لأن ظاهرة النينو دي ظاهرة طبيعية بتظهر كل 4 أو 7 سنوات وبتختفي.
نتيجة. بس ما جاتش بهذه القسوة قبل كده يا دكتور. هي ما جاتش بهذه القسوة لأن تغيرات وتداعيات المناخ لما زادت درجات الحرارة 1.3 مزودة معانا، يعني بيبقى تزامن عدد من الظواهر مع بعض. زيادة درجات الحرارة مع وجود هذه الظاهرة بيؤدي إلى أن الإنسان يشعر بهذا الأمر بشكل كبير جدا. وبالتالي التداعيات على مستوى العالم واضحة جدا جدا في مظاهر عديدة جدا، فده يمكن سبب من الأسباب اللي هو على مستوى العالم. طبعا احنا كمان السبب التاني، درجات الحرارة بتزيد بمعدلات حتى أكتر من السيناريوهات التي وضعها الباحثون والعلماء. لا فهمها لي دي. يعني احنا كنا حاطين سيناريوهات ان احنا مثلا مش هنزيد عن درجة وتلاتة من عشرة لسه كمان 20-30. احنا حضرتك احنا وصلنا لواحد واربعة. بدرنا قوي. بدرنا. احنا كنا بنتكلم ده احنا لسه 2100 على ما نبقى درجة وستة من عشرة درجة ونص. ده قالوا 2100 درجة الحرارة تتعدى قدرة احتمالية الارض اللي هي 80 درجة مئوية. يعني فكل السيناريوهات دي كمان يعني شفتت لقدام، يعني احنا بنشعر بزيادة، وبالتالي هذه الزيادة ابتدت تزيد بمعدلات اكتر من المتوقع ومن السيناريوهات الستة اللي احنا كنا حاطينها في تغيرات المناخ. نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. اللي جاي منين؟ اللي هو جاي من المصانع، جاي من السيارات، جاي من قطع الغابات. كل ده لأن احنا عندنا مشكلتين. انت حضرتك نسبة ثاني أكسيد الكربون الطبيعية 280 جزء في المليون. ده الطبيعي. كويس؟ النهاردة حضرتك تتكلم على ايه؟ كام وصلنا؟ 420 جزء في المليون، يعني تقريبا تضاعفت النسبة. وبرضه عشان السادة المشاهدين يعرفوا القصة جاية منين، هو ليه ثاني أكسيد الكربون تحديدا، وطبعا الميثان كأحد طبعاً الغازات، لكن خلينا أقول أنه أشعة الشمس لما بتنزل من الأشعة تحت الحمراء وتصل إلى الأرض بتنزل بموجات قصيرة. ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو يسمح لها بالنزول إلى الأرض بدون ممانعة، دي صفاته. تمام. لما الأرض جسم معتم تمتص الأشعة بتعكس الزيادة. أنا مش عاوز الزيادة، فبتغير الطول الموجي بتاعها من قصير لطويل. من سمات ثاني اكسيد الكربون انه لا يسمح للامواج الطويله انه ينفذ من خلالها. فبيرجع تاني الى الارض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى النسبه كام؟ 280 جزء في المليون، يعني حاجه بسيطه قوي. وخلى الشجر يمتص الزياده. أيوة. عشان تظل البالانس وظل اتزان الطبيعه الجميل. والتوازن موجود. التوازن البيئي موجود، وبالتالي احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه. لكن مع بقى الصناعات كل الكلام ده، طبعا النقطة الأساسية مش الصناعة في حد ذاتها، استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة. هي دي النقطة الأساسية، لأن الوقود الأحفوري فيه ذرة كربون اللي هو البترول والفحم والحاجات دي. لما بتتحرق بالأكسجين بتطلع ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي نسبته تضاعفت، وبالتالي أنا النهاردة لما همسك شوية صغيرين، لا ده أنا بمسك أكتر، وده ظاهرة الاحتباس الحراري اللي أدت إلى زيادة درجات الحرارة داخلين على مشارف الدرجة 4 من 10. يعني إحنا بنتكلم في احتباس حراري حاصل في الأرض. تمام. ده بينفجر على السطح كله، كل الكرة الأرضية دلوقتي خلاص فيها هذا الاحتباس الحراري، لأن إحنا بنقول إنه المناخ المناخ غير الطقس، الطقس حالة يومية طبعا، يعني اسبوعية بنقدر نقول درجات حرارة. لكن احنا بنتكلم على مناخ الارض. مناخ ده الحرارة مثلا على الارض كلها 15 وصلنا ل 16.4. طبعا يعني يبدو ان الرقم بسيط، لكن احنا بنتكلم على مناخ تأثير وتأثير. وزي ما بنقول درجة حرارة الجسم الانسان 37، لو بقت 38 بقى مريض، في مرض. اذا نفس الحكاية بالنسبة للارض، حتى لا يستهون الناس بكلمة درجة واربعة من عشرة. ايوه. لا هي درجة 14 على مستوى العالم. هي درجة مؤثرة. أكتر الدول اللي اتأثرت دلوقتي، جميع الدول بتتأثر بشكل أو بآخر. ولكن أتصور في دول باردة، يعني الطقس بتاعها بارد. تمام. بس برضو بيشف درجات الحرارة، يعني أوروبا. هل حضرتك تسمع أن أوروبا 37 و38؟ عمرنا دلوقتي بقت كده. حتى المواطن الأوروبي مش بيتحمل ده. لا ما يتحملش، أن جسمه وجيناته وحاجاته ما بتستحملش، وبشرته ما بتستحملش درجات الحرارة العالية. يقولوا لي أمريكا وصلت 42 درجات حرارة. بالظبط. هل ده طبيعي هناك؟ لا طبعا مش طبيعي. مش طبيعي. هو ده تغير المناخ. أن تغير المناخ هو تغير في الاحوال المعتاده. درجات الحراره الطبيعيه بتتغير، الرياح بتتغير، الامطار بتتغير. اذا احنا بالفعل نحن امام يعني مشكله حقيقيه،
ويجب يعني العالم يعني ينتبه. يبتدي بقى ياخد خطوات إجرائية بالفعل. حتى الدول الباردة دي أوروبا وأمريكا والدول دي يا دكتور عبد المسيح، هي البنية التحتية بتاعتها بنياها على إن هي دول باردة في باردة في درجاتها منخفضة. بالظبط. فتلاقي ده أثر على البنية التحتية بتاعتها. بالظبط. وكمان الزراعة. وكمان النقطة كمان اللي حضرتك تفضلتي بيها وأسرتيها دي نقطة مهمة جدا. يعني حضرتك تشوفي لما حصل سيول من فترة قليلة في دبي و هو هي إيه اللي كانت المشكلة؟ مشكلة إن كمية الأمطار اللي نازلة البنية التحتية مش قادرة تستوعب هذه الكميات من الأمطار. بس ده كان ده غير الاستمطار اللي حصل في الخليج. الاستمطار ده جزء تاني بس مش قادرين يعني ما نقدرش نقول هو ده السبب الرئيسي. لان مهما كان الاستمطار مش هينزل كمية المطر الرهيبة اللي نزلت خلال فترة ليه وليزة. الصين مش الصين بتلعب اللعبة دي يعني ممكن لكن يعني. لكن مش بالدرجة ان يحدث هذا الحدث الكبير. يحصل خلل في البنية لكن هو لو عندهم بنية هم ما عندهمش ليه، لان هم مش اصلا مش معتادين على هذا الامر. وبالتالي هو البنية التحتية بتاعته المجاري الصرف الصحي بتاع يعني مثلا لما حضرتك بتروحي اوروبا وشفتي الدنيا بتمطر طول الوقت لكن شايفه مطر في الارض. بالزبط. لان في بنيه تحتيه بتستوعب كل الامور. فالبنيه التحتيه في اوروبا بقى والدول اللي دي ما تستحملش درجات الحراره المرتفعه اللي اصبحت فيها. بالظبط. وما تستحملش كميات الامطار اللي هي مش محسوبه، مش محسوبة. لان هم مش عندهم هذه الكميات الرهيبه من الامطار. او حتى كمان اماكنها اتغيرت، حضرتك بتشوفي فينيسيا جفت اللي كان فيها المراكب ماشيه ومناطق تانيه بيجي لها سيول. صحيح. حدث شيفت كمان في حزام الامطار بدل ما بتنزل في الاماكن بتاعتها اللي بتغذي الانهار او المناطق بتاعتها، شفتت راحت في حته تانية. هي دي المشكله يا فندم، المشكله هي التغير الذي حدث يعني من مكان الى مكان. طب العلم بيفكر في ايه على مستوى العالم دلوقتي في مواجهه اصل فكره انه الدول الصناعيه بقت بطل التصنيع والفحم ده الدول الصناعيه قايمه على انها دول صناعيه مش هتبطل. لا هي مش هتبطل. بالظبط. ايه البدائل اللي واصل ليها العلماء على مستوى العالم؟ البدائل انك لازم تغيري نوع الوقود قولا واحدا. ما لهاش حل تاني. يعني انت عندك شقين، السورس اللي بيطلع او المصدر اللي بيطلع ثاني اكسيد الكربون لازم يتغير، وفي نفس الوقت الغابات لازم نحسن ونستزرع اكبر عدد من الغابات على مستوى العالم عشان تقدر تمتص اي كميات زياده اللي بيحصل. على الجانب الاخر في حرائق كتير. ما الحرائق دي نتيجه جفاف الشجر نفسه من الهواء السخن بيبقى ينشف. في كذا دوله عالميه حصل فيها حرائق كتير. بيحصل. ما حتى يعني الناس تقول لك طب ايه اللي بيجيب الحريقه؟ ما هو الهواء السخن مع الجفاف الاشجار ما فيهوش رطوبه فبيعمل حرائق ذاتيه. يعني مش لازم فعل فاعل. لا يا فندم لا فاهمها لنا دي. لا يعني دلوقتي الشجره الناشفه ومع كميات الشجر مفيش ميه وبتيجي الهواء سخن جدا، تيار الهواء سخن، اي تلامس ما بين الفروع بيعمل احتكاك بيعمل شراره. طبعا فبيعمل حرائق الغابات. مفيش حد فعل هو يعني الغابات بشكل عام ولا اي حرائق لاشجار اي حرائق يحصل؟ اي حرائق لاشجار بالنسبه للمناخ. ما انا فاهم. تمام. مش لازم غابات. أي مكان اي نوع في كميه كثافه من الاشجار بيحصل جفاف للشجره، الشجره رطبه بطريقتها. لكن لما الشمس والحراره الشديده والهواء الشديد بيعكس. حضرتك لو طلعت بره دلوقتي في القاهره هتطقطق في شعر يعني هتلاقي حاجه صعبه جدا. فيعني طيب. بنتكلم على تاثير بقى ده ايه، وده اللي هسمعه من حضرتك بعد ما نرجع من الفاصل دكتور عبد المسيح، على الاكل والشرب. يعني التغيرات ودرجات الحرارة المرتفعة دي بتأثر على البحر، بتأثر على النيل، فبالتالي بتأثر على السمك وبتأثر على المية وبتأثر على الزراعة، وده يخلي الرقعة الزراعية تقل، فبالتالي ده ممكن يدمر زراعات كتير وفاكهة كتير طبعا. فبالتالي المحصول يفضل يقل. يعني محتاجين برضو نفهم ده بشكل علمي بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي مشرفني النهارده دكتور عبد المسيح سمعان. برحب بحضرتك. اهلا بيك. عندي كذا سؤال. تاثير ده على الاكل والشرب ايه؟ زي ما قلت على الزراعات والمساحات والفاكهه وعلى النيل وعلى الابحار،
تأثير ده إيه، لأنه في النهاية كله بيسمع معنا. تمام. أولا كل الزراعات وكل المحاصيل بتنمو وفق درجات حرارة معينة، وكل الفلاح عارف إمتى يزرع ده ويزرعه إمتى وهيحصل هيحصد المحصول إمتى. النهاردة لما أجي ألاقي درجات الحرارة اتغيرت، فالنهاردة كثير من المحاصيل سوف تقل الإنتاجية بتاعتها ما بين 5% إلى 20% أو أكثر. ده على مستوى العالم. على مستوى العالم. يعني نتكلم في سلة غذاء العالم كله. بالظبط كده. هتتأثر بالسلب. بالسلب. كل المحاصيل. يمكن المحصول الوحيد اللي قد ينجو من هذا هو محصول القطن. ده عشان بيعيش في الحرارة. حرارة. لكن كل المحاصيل قولا واحدا ما بين 5 ل 20 او 25% هتقل الانتاجيه. حضرتك احنا بنتكلم في 8 مليار عاوزين ياكلوا، عاوزين يشربوا، عاوزين امن غذائي، فهجيب لهم منين اذا كنت انت النهارده بتفقد من المحاصيل هذه 20%. الارقام 20% من المحاصيل بتروح بنسب مختلفه حسب المحصول. اذا الامن الغذائي في العالم سوف يتاثر سلبا 100%. هيرتبط بيه الانتاج او الدخل القومي للعالم، الدخل القومي في الاقتصاد النهارده بنتكلم ايضا هيقل حوالي 20% بمقدار حوالي 38 تريليون دولار على مستوى العالم. فالنهارده في دراسه بتقول ان التغيرات فعلا هتكلف الاقتصاد العالمي هتصل خلال السنوات اللي جايه ل 38 او 37 تريليون. بالظبط، انا قلت تريليون دولار. تمام. اذا ده معناه ايه؟ ده معناه يعني كوارث على مستوى الاقتصاد العالمي. وايضا الاقتصاد العالمي اصلا مش ناقص هذه الكوارث، يعني صحيح. عندنا مشاكل كتيره جدا بتجوب العالم والاقتصاد العالمي، وشفنا قبل كده الكساد الاقتصادي، وشفنا كورونا، وشفنا يعني هيحصل تصحر اكتر على مستوى العالم. بالتاكيد جفاف، هيحصل جفاف وتصحر على مستوى العالم، علشان انه هذه درجات الحراره العاليه بتؤدي الى فقدان الارض لخصوبتها، وبالتالي هيحدث، وبالتالي الانتاجيه الزراعيه ايضا سوف تتاثر سلبا بهذا الامر. ده بالنسبه على مستوى العالم. على مستوى العالم، مش على مستوى طبعا. طب البحار والمحيطات والانهار يا دكتور عبد، البحار والمحيطات درجات الحراره عندما تزيد في البحر هتاثر على الكائنات الحيه اللي موجوده في البحر. لان الكائن الحي اللي موجود الاسماك وغيرها بتعيش وفق درجات الحراره اللي في الميه. النهارده ساعات حضرتك بنسمع ان القرش راح خرج في حته الفيلم. بالظبط، كنت عايز اسالك هو راح ليه؟ راح لان المنطقه بتاعته اتغيرت المجال بتاعها، فاضطر يروح لحته تانية، ممكن يعمل مشكله في حته تانية. ده وارد بقى الفتره اللي جايه دي المساله دي تزداد. وارد كل القروش من البحار وال وبالتالي الايكو سيستم او النظام البيئي المائي سوف يتاثر سلبا بدرجات الحراره العاليه للميه، وبالتالي كل الكائنات الحيه سوف تتاثر سلبا. ده بالاضافه الى ان هيحصل اكستنشن لمياه البحر نتيجه التمدد، نتيجه الحراره، كل المناطق الشاطئيه تتاثر سلبا، وهيحدث خروج للبحر. الميه هتعلى. هتعلى، وبالتالي تاثر على الشواطئ. لدرجه انه ممكن يحدث ما يسمى بالهجره البيئيه. بمعنى الناس هتسيب الاماكن، خلاص انا المكان بتاعي غرق ميه، وبالتالي ما عنديش زراعه، ما عنديش مكان ماوى، اذا هيضطر يروح الى اماكن اخرى. يعني انا ممكن ابعد على الشط كده في اسكندريه والاقي الميه بس هي مصر عامله دخلالي الانتريه. بس مصر عامله الحقيقه جهود يمكن هنقولها يمكن عشان تتفادى هذا الامر، وده اللي هي الوقايه او الاستباق للحدث. ما هو ده اللي هنقوله، بس اقصد حركه البحار هتتغير. طبعا هيرتفع البحار ويعدي. بالظبط، يعدي الشاطئ، يعدي شواطئ ويدخل على بيوت، يخش على بيوت. طبعا يدخل على بيوت. طبعا. فده يعني تداعي آخر من التداعيات اللي ممكن أن تحدث. الصحة أيضا، يعني ضربات الحرارة اللي بتصيب الإنسان سوف تزيد بشكل كبير جدا نتيجة الحرارة العالية. ده هيجيب أمراض وأوبئة ولا تقصد إيه؟ يعني ضربات الحرارة دي باختصار أنه الإنسان بيفقد ميكانيزم العرق. ميكانيزم العرق ده مهم جدا عشان يقلل درجات حرارة الجسم عندما يتعرض ومش بالمناسبة بنسميها ضربة الشمس، هي مش ضربة الشمس، هي ضربة الحرارة. ده ممكن تبقى قاعد في منطقة ما فيهاش شمس لكن حرارة عالية جدا. ده الإجهاد الحراري. فبيقف حاجة اسمها الهايبوثالاموس في المخ، بتقف الهايبوثالاموس ده هو اللي بيعمل ميكانيزم العرق علشان يعمل تكييف طبيعي للجسم. ده اللي حصل للحجاج غالب ممكن يكون ده، وبالتالي عدم فقد الحرارة ممكن أن تؤدي إلى الوفاة. بالتالي ده حاجة مهمة جدا لازم تعرفها الناس، أي إظهار لإجهاد أو إنك أنت مش قادر أو أجهدت من الحرارة روح على طول وحط نفسك في بانيو مية. تمام. مية على طول. تمام. عشان المية تبرد، الهايبوثالاموس يقوم يشتغل.
المخ يقوم يشغل ميكانيزم العرق يقوم الناس تخف. بالتالي دي نقطة مهمة جدا جدا، وكتير من الوفيات في العالم نتيجة هذه ضربات الحرارة اللي بتيجي للإنسان نتيجة هذا الحدث. طبعا ده بالإضافة بقى كل الأمراض اللي في المناطق الاستوائية تنتقل إلى المناطق المعتدلة، يعني مثلا الملاريا ده مرض بيظهر في المناطق الاستوائية عالية الحرارة ينتقل إلى المناطق التي احترت، وبالتالي يصاب الإنسان بكثير من الأمراض نتيجة هذا المرض. فكل دي أمراض وتداعيات على الإنسان، أمراض منتشرة في أماكن معينة تمام هتقفز لأماكن أخرى بالظبط، لأن خلاص احترت، فهو بيعيش الطفيل ده أو المرض ده بيعيش في الأماكن الحارة فينتقل إلى الأماكن اللي كانت معتدلة وابتدت أن يحصل لها احترار، خلاص ده طبيعة المرض اللي بيعيش كده. هنشوف طوائف جديدة، هنشوف نقل عملية نقل في الأمراض بالظبط لدول ما كانتش مصابة بهذه الأمراض بالظبط، أو الأمراض دي ما كانتش موجودة عندها زي الملاريا مثلا، زي الملاريا على سبيل المثال وحمى الضنك وغيرها وغيرها من من الأشياء اللي ممكن تصيب الناس اللي ما كانتش عندها مشكلة في هذا الأمر، وهذا المرض ما كانش عندها في الدولة دي أصلا. لا طبعا، لأنه على طول درجات الحرارة العالية بتنقل هذه الأمراض، فده التداعي التاني على الصحة. طيب التنوع البيولوجي، ربنا لما خلق كل الكائنات خلق كل كائن حي بيتغذى او يتعايش مع كائن حي اخر. واحنا كمان يعني واحد يقول لك طب ايه فايده كل الكائنات اللي خلقها ربنا؟ احنا بنعيش عليها، احنا اكلنا صحيح من التنوع البيولوجي، دوائنا من التنوع البيولوجي، صحيح سياحتنا بنروح نتفسح في النيل وغيره من التنوع البيولوجي. اذا هذا التنوع البيولوجي البديع اللي خلقه ربنا عندما يصاب بهذه درجات الحراره العاليه، النهارده الدب بيموت في المناطق الباردة لأن ابتدى الجو يبقى حر، ما بقاش عارف يتأقلم ويتكيف. واحد يقول لك طب ما الدب يموت ايه المشكلة؟ ما هو الدب ده لما هيموت في حاجة تانية هتموت وحاجة تالتة هتموت، لأن سلسلة طبعًا ماشية طبعًا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها خلق كل وفي يعني كائنات احنا في مصر ما بناكلهاش، في دول تانية بتاكلها بتعيش عليها طبعا بتعيش عليها، الدول دي مش هتلاقي الحاجات دي تاكلها بالظبط، واحنا فراخ بقى ولحمه والحاجات دي، فاحنا بنقطع السلسله. التغير المناخي يقطع السلاسل اللي مترابطه اللي كل حاجه مترابطه فيها، بالتالي ده تداعي اخر اسمه التنوع البيولوجي سوف يحدث. الأشجار عندما تحترق أيضا والغابات هتزود لنا مشكلة ثاني أكسيد الكربون اللي هي أصلا بتدينا أكسجين وتاخد ثاني أكسيد الكربون. إذا العالم كله الميكانيزم العالمي سوف يعني الله أعلم رايح فين، رايح فين، زي جسم الإنسان كساعات يتلخبط يقول لك تروح تعمل شوية تحاليل يقول لك جسمك متلخبط هو العالم دلوقتي كل الدنيا مش مظبطة، الجسم العالمي الجسم والمخ العالمي. ايضا العالمي متلخبط بالظبط، فدي تداعيات خطيره جدا وكثيره جدا على العالم، ولازم العالم ياخد اكشن. ويمكن فخامه الرئيس في كوب 27 لو حضرتك صحيح قال دعونا من الاقوال صحيح ولنبدا بالافعال، الافعال لازم ناخد بقى خلاص العالم خلاص النهارده. وبعدين حضرتك تشوفي من عشرات السنين كان العالم المتقدم مش مهتم قوي بالقضيه لان التداعي ما كانش عليه، كان على الدول النامية دلوقتي التداعي ابتدى يجي عليه هو احسن عشان يمكن يحس بالتنين يعني، فاعتقد انه يعني ياخد وقت قد ايه علشان يحصل لا هياخد وقت طويل لان عملية خفض ثاني اكسيد ده لو بدأ العالم هياخد وقت طويل وسنوات سنوات لان مش بسهولة حضرتك تخلي النسبة دي اللي تضاعفت تبقى نعمل لها ريديوس او خفض خلال سنوات قليلة، ده هتاخد وقت طويل مع الجهود التي تبذل كمان، يعني مش مجرد ان احنا قلنا النهارده هنوقف ده ونشغل الطاقه الجديده المتجدده هنجد ان المناخ اتحسن، لا طبعا هياخد وقت طويل على ما يعني، ولكن لابد ان يبدا بالفعل العالم الان مش اي وقت اخر. انا كمواطن صالح يعني ليه دور رغم اننا لنا في دوله صناعيه كبرى ولنا دخلي قوي ولنا لكن انا ليه دور؟ أكيد يعني المواطن هذا المواطن البسيط ليه دور؟ تمام، المواطن له دور ويتزامن هذا الدور مع دور الدولة. الدولة بتعمل مجهودات كبيرة جدا في هذا الملف، وعاوز أقول للسادة المشاهدين مصر كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منها 7% على مستوى العالم، يعني نحن لا نمثل شيء على مستوى العالم بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، ما عندناش مش نسبة يعني المشكلة، بس احنا عندنا تداعيات تجعلنا بالفعل الدولة تاخد. الدولة أول حاجة عملت استراتيجية
التغير المناخ 2050 وحطت فيها أهداف. الدولة النهاردة بتتحرك نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، النهاردة الطاقة الشمسية بنبان، طاقة الرياح، طاقة الهيدروجين الأخضر. مصر كمان النهاردة بتخطط إن هي تنتج الهيدروجين الأخضر من 5-8% على مستوى العالم. حتى تكون في مقدمة الدول اللي هي ليه بقى؟ إحنا عندنا المنطقة اللوجستية في قناة السويس، وهذه المنطقة نقدر نمد بها السفن في هذه الوقود الجديد، وبالتالي مصر هتصبح قوة اقتصادية. وبالتالي طلع قانون 2014 مضى فخامة الرئيس بإعطاء تسهيلات للمستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر. ده كان مهم. فإذا الدولة بتشجع هذا الإطار، وبالتالي الطاقة الغير المتجددة أحد الأعمدة المهمة. عندنا كمان النقل المستدام، الدولة النهاردة بتشتغل على تحويل السيارات اللي هي من البنزين الى الغاز الطبيعي. النهارده عندنا القطار الكهربائي، عندنا كل دي مجهودات بتقوم الدوله ايضا عشان تقلل من تدفق كل الطرق الجديده طبعاً. او الاسلوب الجديد والمتطور في وسائل النقل اللي واخداه الدوله شايفوا ان ده في الطريق الصح جدا. والبنيه التحتيه يعني احنا الناس تقول الكباري والبتاع، طب ما ده بنيه تحتيه بتسهل لك الامر علشان تقدر انك انت تقلل من هذه التداعيات. بنهتم بالصرف الصحي، وعندنا محطات دلوقتي شغاله، وشفنا بحر البقر فتحها في قامه الرئيس بطاقه هائله جدا بتحول. اذا احنا عندنا الحقيقه جهود بتقوم بها مصر كبيره جدا في هذا المجال. ممكن حضرتك قلت اسكندريه وممكن ان يحدث النهارده في حاجتين بتعملهم الدوله كويسين جدا. حل طبيعي، لان هو بيقول لك ايه احسن الحلول اللي في البيئه، ان نجيب الحل من الطبيعه. ايه الحل الطبيعي؟ ايه بقى الحل الطبيعي؟ يعني جينا في الناس زعلانه من اللي حصل في اسكندريه قوي. لا هو هقول اسكندريه وهقول البحر الاحمر. البحر الاحمر فيه شجر اسمه شجر المنجروف. هذا الشجر بيعيش في داخل المياه المالحه، جوه المايه المالحه، وبيشرب مايه المالحه. وعنده ايكو سيستم او نظام بيئي هايل جدا. كويس. الدوله بتكسر من هذا المنجروف ليه؟ ده مصد طبيعي لاي اكستنشن للميه على الشاطئ. يا سبحان الله، الناس ولا تعرف ده. ولا تعرف الدوله بتعمل كده ليه؟ وبالتالي الدولة بتزيد النهاردة من أشجار المنجروف مصدات الطبيعية حل من الطبيعة. حل رائع، حل جميل، ما عملناش حاجة. المنجروف هيديكي اكسجين وياخد ثاني اكسيد الكربون. كويس. هيبقى مصد طبيعي. اسكندريه ده زراعته اكتر نجاح في البحر الاحمر، ده في ان هو طبيعه الميه بتاعه البحر الاحمر تستطيع ان يعيش فيها المنجروف، فبالتالي تكثيف الدوله في هذه المنطقه في غايه الاهميه. شكرا. بالتالي الدوله بتعمل ده بشكل كويس. كويس. بالنسبه لاسكندريه ما عندناش منجروف، فهي بتعمل بقى ايه؟ زي مصدات، وهذه المصدات بتتعمل بطريقه معينه علشان تمنع الاكستنشن بتاع الميه ان هو يخش بطول 210 كيلو. يعني اللي معمول في اسكندريه ده لمصلحه الناس؟ اكيد. دي الناس على السوشيال ميديا يا دكتور عبد المسيح مصوره البحر، الحديد اللي موجود والبنى اللي اتبنى على البحر ده، وكان الناس رايحه تعمل زياره في السجن يعني، يقول لك رايح يزور البحر. لا، من وراء الحديد. لا. رد على الناس دي بشكل علمي. انا بقول اهو بشكل علمي، الدوله بتعمل ده علشان يبقى ده مصد للميه اللي هتيجي وتخش علينا. فاذا احنا بنمنع قبل وقوع الحدث، احنا مش هنستنى لما نلاقي الميه دخلت علينا. احنا الدوله بتتحرك يعني ارتفاع بالفعل. السور ده مصد للبحر، مصد طبعا لحمايه الناس، لحمايه الناس وحمايه البلدان وحمايه الاقتصاد. يا رب الناس تبقى واصل لها ده. طيب الوقت معاك بيجري بسرعه كالعاده. الانسان انا دوري ايه؟ الحقيقه انا الناس تسالني يقول لك انا عندي مصنع ولا عندي عربيه ولا اعمل ايه؟ عليك انك انت تعمل حاجه واحده او عده حاجات. اول حاجه ازرع شجره كلما كان امكن. تمام. ازرع شجره، ومبادره فخامه الرئيس 100 مليون شجره. خلصنا المرحله الاولى وابتدينا في المرحله اي شجر ولا أي نوع شجر. اي شجر اي شجر في البلكونه، ولو قدرت تزرع في البيت جوه الفيكس اللي هو النوع البوتس والغير ده جميل جدا وبيعيش في الظل ويعمل لك جو كويس جدا. كويس. فالشجره ازرع في البلكونه. تاني حاجه رشد من استخدام الميه والكهرباء. ليه؟ رشد ليه؟ النهارده الكهرباء اللي جايه لك دي جالك من تربين، التربين ده شغال بايه؟ شغال بالبترول، شغال بالفحم، شغال بوقود احفوري، بيطلع ثاني اكسيد الكربون، فانت ما حدش قال للناس اقعدوا في الضلمه. طبعا لا. لا، اقعد بس في المكان اللي انت قاعد فيه، اقعد فيه مستريح، لكن المكان اللي انت مش قاعد فيه اطفيه. تمام. يعني عندك شباك قافله بالشيش وحاطط ستاره ومضلم الدنيا، افتح خد احنا عندنا مصر اكبر دوله 90% من
السنه شمس. صحيح. لو قدرت تفتح وتخلي درجات التكييف تفرق في حاجه جدا. حضرتك لو حطيت على 24 وده جو كويس جدا 24 يقلل من استخدام الكهرباء 20%. 20%. 20% لو انا غير لما احطه على 17. فالنهارده ليه اعمل وبعدين اقفل الباب؟ ليه افتح الباب يقوم الهواء يدنه؟ ما هو التكييف وانس ان هو اشتغل. بالزبط. اقفل الباب واقعد في التكييف واحطه على 24 23 كافي جدا، هيديك الراحه بتاعتك وفي نفس الوقت هيقلل استخدام الكهرباء 20%. 20% التكييف الواحد. التكييف الواحد، تخيلي بقى في بيت في عماره هيوفر لنا مع قد ايه سلوكيات. بالزبط. المواطن مع الدوله. عارف يا دكتور عبد المسيح سمعان، حلقه النهارده دي رغم ان هي فيها جزء كده غامق شويه بس في غايه الاهميه، لانه لو ما شفناش الجزء ده مش هننتبه الامل المخاطر اللي جايه. بالظبط. لما بنقول نجيب اكلنا على قدنا ونجيب شربنا على قدنا ونجيب وما نرميش مخلفات وما نرميش أكل. مخلفات ده كلام مش شرفت بيك. ميرسي يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. شوف حضراتكم على خير بكره مع تحياتي عز مصطفى والى اللقاء.